السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد خلال هذا الشهر المبارك. في هذه الحلقة إن شاء الله نكون عندنا ثلاث فقرات زي العادة، لكن قبلها أشير إلى أن الحل الوحيد حتى الآن لمواجهة مرض الكورونا أو وباء الكورونا العالمي اللي انتشر في العالم كله هي الوقاية. لا بد من نظافة اليدين بالماء والصابون. الوضوء بالمية بس لا يكفي، الوضوء لازم يسبق غسل اليدين بالماء والصابون، لأن يعلم الله أنت وين كنت، شن كنت تدير بيديك. ما تعتمدش على أنك تنظف يديك بالمية بالمية بس وخلاص، لا، لازم تستعمل الصابون وتدلك يديك كويس، تخللهم كويس، نظف الأظافر، لو كان عندك فرشة متاع أظافر يكون أفضل وأفضل، لأن هذا الشيء مهم جدا للوقاية من الصابون. الرئيس الصيني، رئيس أكبر دولة في العالم، اللي هو رئيس لدولة عدد سكانها يعني مليار ونصف، تصور مليار ونصف، يعني 1500 مليون، قال لهم كل مواطن يعتبر نفسه هو المريض، هو الإنسان اللي سليم بروحه في البلاد كلها، لهذا لازم يحمي نفسه، في نفس الوقت يعتبر نفسه أنه هو المريض الوحيد، يعني لازم يعزل نفسه عن الناس الثانيين لهذه الدرجة. وبهذه الكيفية استطاعت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أن هي تحمي نفسها من هذا الوباء الخطير اللي بدأ عندها وتقلص عدد المصابين تدريجيا، عافاكم الله إن شاء الله. والحقيقة شيء يثلج الصدر لما نشوف الناس قديش مستجيبين وقديش عندهم وعي في ليبيا، بحيث فعلا ماشيين مع التعليمات، ما فيش ازدحام قدر المستطاع، قاعدين في بيوتهم ويعتنوا بغسل اليدين. نبدأ مع أول فقرة في هذه الحلقة اللي هي صحتنا والصيام. العنوان الفقرة له تعقيم الصوم. شو معنى تعقيم؟ يعني كأن احنا منعقموا يدينا ونعقموا طبعا نعقموا الجسم كامل، نعقموا الجسم والنفس والعقل والروح باش بواسطة الصيام. الصيام هذا مادة تعقم جسمنا. شو معنى كلمة تعقيم؟ التخلص من البكتيريا، من الجراثيم، يعني أن التعقيم في الطب هو القضاء على الجراثيم الضارة للإنسان. هيك تعلمنا أن كلمة تعقيم هيك معناها، مناش من البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات. في فيروسات وبكتيريا وفطريات من نوع آخر، تصيب النفس، تصيب العقل، تصيب الروح. الصوم عنده فعالية غير عادية للقضاء على جراثيم النفس. زي شني؟ زي السلوك والصفات الخبيثة في الإنسان في أثناء الشهور العادية، للأسف الشديد تنمو عند النفس. كثير من البشر، ما نقولوش كلهم، عندهم وساوس الشيطان، تبدأ عنده خصائص تزيد تنمو تدريجيا، زي الطمع، زي المكر، زي الظلم، زي القسوة، زي الجشع، هذه بتزيد وتنقص عند الإنسان. ما يقولش لا أنا سليم منها، ما فيش، لا بالعكس. ربي سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام باش نتخلصوا من هذه المشاكل. يبقى في وسائل تعقيم للنفس. كيف نكون؟ تكون بتلاوة القرآن، لكن بتمعن، مش تقرأ هيك وخلاص، التدبر والصلاة كذلك، بالدعاء، بالتصدق. هذه الوسائل تجتمع عندك في شهر رمضان بالذات، تشعر بعدها بالرضا، تشعر بالرحمة، رحمة الناس الضعاف، بالكرم، بالمحبة، بالمسامحة، يعني السماح. هذه الأمور بتزيد عندك، هذه تتكون عند نفسك، دربها كل يوم كل يوم كل يوم، ما توصل العيد إلا وأنت فعلا إنسان نقي جديد، خلصت، تعقمت، أنت أصبح عندك درجة عالية من التعقيم، زي ما عقمت يديك من الفضلات، من المشاكل المترسبة عندك، وليت عندك درجة عالية من التعقيم، أو درجة عالية من النقاوة. يقول لك هذا الإنسان ولا طاهر، زي لما يرجع من الحج، بدت عندك ابتسامة بالرغم من تقدم العمر، بالرغم من الأمراض الجسدية اللي عندك وكذا، بدت عندك علامة الرضا، علامة رضا النفس، بديت راضي عليه
وضعك، على نفسيتك، تخلصت من هذيك المشاكل اللي هي سميناها شرور العقل، شرور النفس، بديت عندك ابتسامة طيبة، بديت عندك نفسك راضية. النفس الراضية هذه أعلى ما تقدر توصل له، زي ما قلنا في الطابق العلوي. بديت أنت في الطابق السفلي التحتاني، بعدين انتقلت إلى الطابق الأرضي، وبديت بعدها في الطابق العلوي. عقمت نفسك وطهرتها من الأحقاد عن طريق شنو؟ عن طريق صوم صحيح، لكن يكون صوم في النهار وعبادة في الليل وإخلاص، وعدم سب فلان وشتم فلان، وفلان ما ينفعش، وفلان طلع غير. ابتسم واخفض صوتك، صوتك يكون منخفض، معاش تعيط، معاش صيح. سامح وتجاوز أي حد يغلط فيك، سامحه تجاوزه، خليه للظروف. كن متواضعا ولبقا في حديثك، ما تسب حد، ما تشتم حد، ما تغلط الكلام لحد، كن دائما اسلوبك طيب وكويس. هذا يدل على ان صيامك صحيح. لكن تقعد تعيط زي اللي في السوق هذا اللي عيطوا وكذا، هذا دليل على ان الصيام مش مدير لك شيء، او انك انت كل واحد بتجي بتحاسبه وبتعيط معاه وبتخاصم انت وياه وتتضارب انت وياه، فيش فايده. تواضع، خلي مستواك عالي ديما في الطابق العلوي، تسكن حتى في الطابق الارضي ما ترضاش به فوق. وبعدين جدد حياتك بالصوم الصحيح مع اسرتك، جيب والدك، عمك، خالك، وكون انت دائما تلم الشمل. هذه هي الصفات الطيبه في الصوم، بحيث يكون فعلا الصوم تعقيم. نأتي إلى الفقرة الثانية اللي هي متاعب الحركة، الشلل النصفي الجانبي. قدمنا في الحلقات الماضية سلسلة عن الشلل، اهتمام بالمرضى اللي مصابين بالشلل. هذه المرة نتناقشوا حول الشلل النصفي الجانبي، معناها اليد والرجل يكونوا مشلولين، يعني يكون خلل في الطرف العلوي والطرف السفلي، يعني من نفس الجانب يكون فيه شلل، يعني الأيسر أو الأيمن. ما نبوش نكتروا هلبة من معلومات، لكن نقوله يحدث عند توقف الدم المفاجئ عن منطقة معينة من الدماغ. يصاب الدماغ مثلا في حادث، وممكن يكون عن طريق انسداد أو انفجار في الدم، أو يكون مرات حتى ورم في الدماغ. يصاب الإنسان في حادث سيارة، أو يكون عند السكر، عند الضغط، عند مش معدل زي ما نقوله في العلاج، يصاب بانسداد في الشرايين، أو يكون انفجار عند الدم، دم يطلع بغزارة، يصاب بشلل، عدم قدرة على التحريك. يتطلب تدخل الطب السريع خلال دقائق، خلال 3-4 دقائق، بالكثير 6 دقائق لازم يكون في المستشفى، يمركز بقوة بسرعة، يمشي للمستشفى بحيث يمكن إنقاذ المريض من هلاك وشيك وخطر محقق. شو معناه؟ معناه ممكن يموت، ممكن أيضا ينشل شلل مستمر مستديم، لكن إذا كان عالجناه بسرعة خلال دقائق معدودة ممكن ننقذ حياته. الله سبحانه وتعالى ذاك بيده كل شيء، لكن إحنا كبشر وكأطباء وكناس متخصصين في هذا المجال نقدر ننقذ حياته لو وصل المريض دينا في خلال دقائق معدودة. يبقى شو بيصير عند المخاطر؟ أن تورم في الدماغ، هلبة سوائل في الدماغ، ممكن يكون نزف دموي. على فكرة كلمة نزف وليس نزيف، النزيف هو الإنسان اللي ينزف، النزيف زي الجريح، لكن النزف هو تجمع الدم، نزف دموي. وممكن يكون توقف في التروية، يعني زي مثلا شجرة معاش يجيها مية، هذا توقف في التروية. قد تحدث الوفاة خلال دقائق إذا كان أحملناه وقلنا لا ما غيرش غير دايخ شوية وغير ما مش قادر يفيق، ونعطوه في مية ونبخوه بالزهر ومش عارف شنو، كله مضيعة وقت. علاش؟ لأن انقطاع الدم والأكسجين عن الدماغ ما يتحملش الدماغ أن تقطع ليه الأكسجين أو الدم لفترة تزيد عن 5-6 دقائق، هذا هلاك بالنسبة للدماغ. لازم فورا تعطيه أكسجين، ترفع على المستشفى، تحاول كيف تسعفه بسيارة الإسعاف سريع جدا في خلال دقائق. ما بعدين ما تستغربش أنه هو ممكن يموت، أو ممكن يقعد عنده جلطة لمدة عمره في السنوات، يتعب ويتبهدل ويبهدل اللي معاه. إذن هذه النواحي لازم نحطوها في عين الاعتبار حتى في شهر الصيام، حتى وإحنا عندنا حضر بيتي أي إنسان تصير له مشكلة زي هذه طول نتصله بالطوارئ بالإسعاف بحيث ننقذ حياته.
زي ما قلنا ممكن ينجو المصاب لو لقى عناية كويسة، ومرات حتى تلقائيا مرات بنسبة معينة ينجو، وقد تتحسن حالته زي ما قلنا بشكل تدريجي، ويصبح عنده قدرة أن يعتمد على نفسه. لكن المهم إسعاف سريع، عناية فائقة، تشخيص دقيق، وتدخل فوري من الجانب الطبي. ما نقولوش والله توا نسببوا له وندعوا له ونديروا له حجيب ومش عارف شنو وتمشي أموره، لا رد بالك. يأتي طبعا دور التأهيل. مش معنى التأهيل؟ معناه تمكين المريض من الاعتماد على النفس. المريض هذا يصبح عنده مقدرة أنه هو يعول نفسه بنفسه، حتى ولو كان عنده شلل نصفي لكن يبدأ عنده قدرة. أو أهم حاجة أنا دائما نقولها للمرضى الشلل النصفي، أن يدير عملية تشبيك اليدين، يشبكهم مع بعض. هذه اليد مشلولة وهذه اليد قاعدة سليمة، يشبكهم طول الوقت، وحاول يدير تمارين بروحها، حاول كيف يشبك اليدين. نلقوا اليد يابسة هيك ما تنفعش. أيضا بعد ما يشبكهم ويتعلم يرفعهم لفوق دائما باستمرار، يرفعهم لفوق قديش مرة؟ 200 مرة، وكان غلط يعاود من الأول 200 مرة تانيات، وصل للمية وعشرة ما عادش عارف، وقول زيد 200 مرة تانيات، وهكذا. هذه الأمور مهمة جدا. من ضمن التأهيل أيضا القيام بأعمال وأشغال يدوية وذهنية، حاول أنه ينتج شيء، أنه هو في عنده ورشة صغيرة حتى في حوشة يديرها، يخدم النجارة كان يقدر يمشي، يحاول كيف يتحصل على الأمور هذه. أيضا ننتقل للتدريب على المشي بطريقة سليمة، ما نخلوش اليد هيك متلوحة تلويح، لأن في مضاعفات كثيرة جدا تنشأ عند مريض الشلل النصفي الجانبي، لازم ننتبه إليها حتى خلال شهر رمضان المبارك. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، نتكلم على موضوع مهم اللي هي اقرأ وتعلم. دائما قلنا نقرأ ونتعلم ونحاول كي نتقفوا أنفسنا. شو معنى كلمة عناية فائقة؟ نسمعوا فيها ديما باستمرار. ناس هل ما يعرفوش شن هي العناية الفائقة؟ هذا موضوع الحلقة هذه. ما هي العناية الفائقة؟ شنو وظيفتها؟ شنو أهميتها؟ العناية الفائقة أمر مهم، بتقدرش تعرف أمتى أنت تحتاج لعناية فائقة، إن شاء الله ما تحتاجش، لكن ممكن تحتاج لها في أي وقت، كبير صغير، طفل صغير، مولود، كله. العناية الفائقة الحقيقة هي ركن أو قسم أو حجرة خاصة يدروها في المستشفيات، لها حيز معين تتوفر فيه رعاية مهمة ورعاية دقيقة بالمريض، واللي يشتغلوا فيها ناس خبراء، ناس ممرضة خبيرة. مش كل ممرضة تخدم في العناية الفائقة، مش كل طبيب، لازم الطبيب يكون عنده فعلا انتباه وعنده ذكاء وعنده، علاش؟ لأنه هو يعالج مريض في مرحلة صعبة جدا خطيرة، يعني من حالة المرضية، يتطلب مراقبة طبية متواصلة خلال ساعات متواصلة. ممكن راو العناية هذه تقعد 3-4 أيام، أسبوع أسبوعين، لأن المريض ما حطيناه في العناية إلا لأن حالته خطيرة. يقوم طبعا بعناية المريض فريق مؤهل، منين؟ من الأطباء والتمريض والمعالجين الفيزيائيين، يعني معالجين طبيعيين لهم دور كبير جدا. العناية الفائقة يلاحظ أن كثير من المرضى يعانون من قلة الحركة ومضاعفاتها، هنا يجي دور المعالج الطبيعي. مش يقول لا والله بتاع العلاج الطبيعي هذا بعدين، بعد أسبوعين من يجي العناية الفائقة، من أول يوم. علاش؟ لأن لو احنا تركناه المريض هذا من قلة حركة ومضاعفاتها، ممكن تكون عنده مشاكل كثيرة، قرحة الفراش إلى التهابات الصدر، المتانة البولية، مشاكل لا تعد ولا تحصى نتيجة قلة الحركة، تيبس المفاصل، الضعف والضمور في العضلات. الإنسان يبدأ لما يفيق عليه وعيه وكذا، هذاك الوقت يبدأ متحطم كذا، يلقى روحه مريض فعلا زيادة، لأنه أهملناه. شنو المشاكل؟ قلنا ضعف العضلات، تيبس المفاصل، التهابات الصدر، ضيق التنفس، ضعف وظائف القلب والدورة الدموية، القلق، الأرق، الحزن، الاكتئاب، اضطراب الهضم، الإمساك، مرات إسهال. هذه كلها بتنشأ نتيجة قلة الحركة، لأنه قاعد في السرير والجماعة اللي في العناية يقول لك لا علاج طبيعي أو مش وقتها. بالعكس، وقتها ضروري ما تهتم به من أول يوم. في العالم اللي برا زي ما تعلمنا وشفنا من 40 سنة وإحنا هذه خدمتنا، العلاج الطبيعي جزء لا يتجزأ من العناية الفائقة. شيني انت معناها الدليل على انك تخدم في العنايه الفائقه لكن معلوماتك ضعيفه اذا كان ما تدخلش العلاج الطبيعي من اول يوم.
مفروض المعالج الطبيعي يكون جزء لا يتجزأ من العناية الفائقة، وإلا أي مجهود تديره في العناية الفائقة ضعيف، زي اللي ينجح مقبول ولا ينجح ضعيف، مش زي لما ينجح جيد جدا وممتاز. حتى المريض أنت تحتاج إلى أنه ينجح عندك بدور كبير. شنو دور المريض وأهله في العناية الفائقة؟ مش يجوا يتكلموا في كلامه خيرك وجهك شاحب خيرك ضعيف يجيبوا له في ماكلة، لا، أنك تتقيد بتعليمات الفريق المعالج، أنك أنت تختصر مدة الزيارة، تجي 5 دقائق مش ربع ساعة، لا 5 دقائق، دقيقتين مرة تشوفها حتى من الزجاج يكفي، ما تجيب لاش ناس هلبة، تهتم بنظافته الشخصية، إذا كان لقيت أي تقصير تضف له وجه معليش، تشجع على الحركة البدنية، تزرع في نفس التفاؤل والإرادة، مش يا ولدي مسكي مش عارف شنو خيره هيك خيرك وكذا مش عارف زيد تحطمه، لا، أعطي عنده أمل بأنه هو يتحسن حالته وأنه يصبح إنسان معتمد على نفسه وأنه بعون الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يطلع منها المشكلة هذه. طبعا الأشياء اللي كيف بتساهم أنت في علاج قريبك هذا، أولا بالتعليمات أنك أنت بتمشي معاهم، زي ما قلنا النظافة الشخصية ممكن تهتم بها أكثر، تزرع في نفسها الألم الأمل، الحركة حركة مهمة جدا، تحرك الرجلين قدر الإمكان بعد موافقة التمريض والأطباء، الهدوء، ما تجيبلاش صغار يتحاوسوا في وسط العناية الفائقة ومرات زغرت ومرات مش عارف شنو هو تعيط ومرات، هذا هدوء، شخص واحد يكفي من العائلة، مش لازم كل يوم زيارة في العناية الفائقة، بالعكس مرات تشوفه من برا تطمن عليه وتطلع، إذا كان تبي مصلحة مريضك لكن كان تبي هلاك هذا شيء ثاني. للأسف الشديد احنا مهما درنا من توعية ومن تثقيف راهو شوية ومقصرة وزارة الصحة بالذات تقصير غير عادي في عملية التوعية. الوزير قاعد في البرج العاجي ما يندريش على الأمور هذه التوعية. زمان كان في إدارة خاصة بالتوعية والتثقيف الصحي تو معدومة، حتى لو كانت موجودة هي مجرد حبر على ورق، مجرد هيك كلام زائد ما لهاش أي كأنه ما لهاش وجود للأسف الشديد في سبات عميق. كذلك الجهات الأخرى، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الضمان الاجتماعي، وزارة الشباب، هذه كلها مفروض تتكاتف أن ندير لنا توعية صحية، البرامج الصحية مفروض على مدار الساعة، مش نستنوا نجي وباء زي وباء الكورونا ونديروا بعدين برامج توعية، لا، هذه مفروض طول السنة لأنها وقاية لأنها توعية. نأتي الآن إلى ملخص الحلقة، زي ما تعودنا في كل نهاية كل حلقة نعمل ملخص، نقول المعلومات اللي حاولنا نقدموها ونفهموها للناس من خلال الحلقة. بدينا في البداية في الحلقة بصحتنا والصيام، وقلنا الصيام أو الصوم هو تعقيم، زي بالضبط في الطب من عقمه الجسم من الميكروبات، ونحاولوا لما ندخلوا للعملية لازم تكون المنطقة اللي بنديروا لها العملية معقمة، كذلك أيضا الصيام يدير لنا تعقيم، تعقيم مش بس بدني، ممكن يكون نفسي، ممكن عقلي، ممكن روحي. التعقيم النفسي هو أهم شيء، علاش؟ لأن في خلال السنة تتراكم عند الإنسان عادة أغلب البشر أمراض نفسية عديدة نتيجة الاختلاط ونتيجة الظروف الاجتماعية اللي عيش فيها والنفسية، تتكون عندنا جشع، طمع، نوع من القهر، نوع من الظلم، الحقد، هذه الأمور نتخلصوا منها في الصيام. الله سبحانه وتعالى أعطانا الفرصة هذه اللي لا تعود، 30 يوم وانت تحاول تعقم نفسك من هالأمراض، توصل للعيد وانت ما شاء الله معقم نظيف 100%. أيضا انتقلنا لفقرة متاعب الحركة وتكلمنا على الشلل النصفي الجانبي اللي هو رجل ويد، وقلنا ما نهملوش المريض هذا، حاولوا قدر الإمكان أنه يتحرك حتى يعتمد على نفسه، هو مشلول بيد واحدة واليد الثانية كويسة، حاول يشبك يديه، حاول يدير تمارين ليديه باستمرار، حاول يرفع يديه الفوق وينزلهم حتى 200 مرة في اليوم شوية، إذا كان ما عندهش إمكانية كيف يطلع ويدير علاج فيزيائي علاج حركي طبيعي، حتى في البيت حاول يتمشى، هذه الأمور قدمناها. وقلنا اقرأ وتعلم اللي هو تكلمنا عن العناية الفائقة، العناية الفائقة رأوا موضوع مهم جدا وخطير، لأن ما بتضمنش أنت ما تعرفش هل تحتاج العناية الفائقة في حياتك ولا، إن شاء الله ما تحتاج،
لكن لو تحتاج يبقى هذا الحيز المكان في المستشفيات في المصحات راهو ليه أهمية كبيرة ويشتغلوا فيه ناس متخصصين. لكن حتى العلاج الطبيعي مهم في العناية الفائقة. ما يجوش جماعة العناية الفائقة يقول لك لا علاج طبيعي تو ديرها بعدين، لا ديرها فورا. لازم اللي يشتغلوا في العلاج الفيزيائي يفرضوا أنفسهم، لكن يكونوا ناس يعني مؤهلين، يكونوا ناس عندهم قدرة مهنية وعلمية دارسين الأمر هذا. العناية الفائقة للناس اللي هم في العلاج الطبيعي متخصصين مهم جدا. علاش؟ لأن من أكبر المشاكل اللي عانوا منها زي ما شفنا في العلاج الطبيعي، شفنا أنهم بعد ما يطلع من العناية الفائقة يكون عنده قرحة فراش، يكون عنده التهابات في الصدر، بلغم، يكون عنده تيبس في المفاصل، ضعف ضمور في العضلة. يبقى لا، لو احنا اهتمينا بالعلاج الطبيعي من البداية والعلاج الفيزيائي الحركي راهو ما صارتش المضاعفات هذه، راهو من الأول تخلص من البلغم وراهو عضلاته كويسة ومفاصله كويسة حتى لو كان في غيبوبة. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من جديد. أتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية، وأرجو لكم إفطارا شهيا وصياما مقبولا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.